من كمثل محمد يقول وهل انا الا من غزيه ان غوت غويت وان ترشد غزيه ارشدي هذه الامه بعد 23 سنه اصبحت هي الامه السائده والامه السيده في الارض اتجه مباشره الى قريش قال ما ينبغي لرجل اتى بهذا الشكل ان يمنع من دخول البلد الحرام لأداء العمرة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله طاب مجلسكم وطابت أوقاتكم في آخر لقاء جمعني فيه الله بكم كنا قد تكلمنا عن بعض الصفات اللي لعل من أجلها اختيرت الجزيرة العربية لهذه الرسالة لكن كنا توقفنا عند ظرف حضاري وظرف اجتماعي وظرف نفسي معين لعله من اهم الاسباب. طبعا قلنا الموقع الاستراتيجي نتاع مكه لانها منطقه تبادل تجاري يعني الدعوه يمكن ان تنتشر عن طريق التجار وهذا الذي حدث يعني القبائل كانت تسمع برساله الاسلام عن طريق التجار اللي كانوا ينقلوا الـ الـ الكلام. والسبب الرئيس ولعله الرئيس ايها الاخوه الاحباب أن مكة كانت فيها كل مقومات الحضارة لكن لم يكن بها حضارة لم يكن بها تمدن وكانت مكة الظروف الاجتماعية والنفسية تاعها في أسوأ حالة طبعا الله تبارك وتعالى يختار البيئة والقوم الذين يحقق بهم معجزته وحجته على خلقه كيف لو اختار الله تبارك وتعالى امه متحضره ربما قال قائل بلي هذا الدين هو نتاج حضاره معينه لكن ان يكون هذا الدين ان يبعث هذا الدين في بيئه لا حضاره فيها لا تمدن لها بيئه صحراويه جرداء صخورها صماء سوداء في هذه البيئه تاتي رساله الاسلام تنتشل هؤلاء القوم اللي هم قريش من الحضيض وترفعهم الى قمه الحضاره يعني بيئه ما هيش قوم ما همش متحضرين ياتي الاسلام ليرفع هؤلاء القوم من الحضيض الى القمه السامقه في كل المجالات قمه سامقه في العلم في الاخلاق في الايمان في التضحيه في الشجاعه في كل المجالات إذا أيها الأخوة الأحباب ليحقق الله تبارك وتعالى حجته على الناس اختار هؤلاء القوم وخرجت أمة هي خير أمة أخرجت من بطون كتاب هذا وجه الإعجاز في اختيار جزيرة العرب أيها الأخوة الأحباب كنا قد تكلمنا سابقا وقلنا ان الاصل في البشر والاصل في هذه الارض هو التوحيد. وان الشرك طارئ هوش اصل. ابونا ادم على التوحيد العشر قرون من بعده على التوحيد. ثم بعد ذلك طرا الشرك. وظل التوحيد والشرك التوحيد الاسلام والجاهليه يتعاقبان دوره للاسلام تعقبها دوره للجاهليه الاسلام هو الاصل ثم تاتي الجاهليه ثم يبعث الله رسولا ليخرج الناس من الظلمات الى النور ثم يعود بعد مده الناس من النور يخرجون من النور الى الظلمات كما قلت لكم بقله عمل العلماء وبقله التذكير وبقله البلاغ وبقله الدعوه ينشط الشيطان فيخرج الناس من النور الى الظلمات ثم يبعث الله تبارك وتعالى رسولا ليخرج الناس من جديد وهكذا ظل تعاقب الخير والشر تعاقب الاسلام والجاهليه الى ان جاءت مرحله الفترة يما ما قبل النبي صلى الله عليه واله وسلم. وين بقي العرب مده من الزمن تطول قليلا لم يكن فيها رسول. وكان الناس على بقايا مله ابراهيم. ومن الناس من تنصر كورقه بن نوفل ومنهم من مشى في طريق الحنفيه من المتحنفين. كزيد بن عمرو بن نفيل وكجد النبي صلى الله عليه وسلم السادس اللي هو كعب بن لؤي. اذا ايها الاخوه الاحباب ظل هذا حتى كانت الجاهليه قبل النبي صلى الله عليه وسلم قد عمت الارض كما جاء في الحديث وان الله جزء من حديث وان الله اطلع على اهل الارض جميعا فمقتهم عربهم وعجبهم وعجمهم. إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني عدد قليل لعلهم من يلقاهم سلمان الفارسي في رحلته من الضلال إلى الهدى. أيها الإخوة الأحباب، علاش حكيت لكم أنا هذا التعاقب لنعلم أن هذا التعاقب سنة من سنن الله التي لا تتغير ولا تتبدل. كلما جاء الفساد، كلما جاءت الجاهلية كلما بعث الله تبارك وتعالى رسولا يخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم ولكن ليس بعد رسول الله رسول وها هي البشريه تعود من جديد الى اغلبها الى الانحراف الى الضلال الى الفساد الى الجاهليه وحسب سنة الله الجارية أنه لا بد ايها الإخوة الاحباب من فترة الاسلام لا بد من أناس يبعثهم الله عز وجل يخرجون الناس من الظلمات الى النور من جديد حسب هذه السنة الجارية وليس بعد رسول الله نبي وليس بعد رسول الله رسول فمن هم ايها الإخوة الاحباب هم انتم ايها المشاهدون انتم ايها المؤمنون انتم يا من تشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتحرصون على الالتزام بفرائض الاسلام وتحرصون على الاهتداء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الذين يجب ان تنقذوا هذه البشريه من جديد وتعودوا بها الى رشدها تعود بها إلى الله عز وجل من جديد. والذي يدفعنا لذلك هو وعد الله، ووعد الله صادق، إذا قال الله عز وجل صدق الله. وربنا عز وجل وعدنا في كتابه الكريم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. اذا الله وعدنا ان يمكن لدينه في اخر الامر. وليس ثمه نبي انما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مسؤوليه ينبغي ان يحملها وان كانت ثقيله كل شاب وشابه كل رجل او امراه يعلم ان الله تبارك وتعالى سيساله عن دينه، سيساله عن امته، سيساله عن هذا الواقع الذي يعيشه اذا ايها الاخوه الاحباب ستتحقق سنه الله مره اخرى ولا شك في ذلك لانها سنه ثابته لا تتغير ولا تتحول. قبل مولد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حدثت حركه في الجزيره العربيه. حركه استطيع ان ازعم انها حركه حركه افكار وارهاصات واخبار ونبوءات بان هذا الزمن ليس ككل الازمنه انه زمن خاص يوشك فيه ان يولد منقذ هذه البشريه يوشك فيه ان يولد سيد ولد ادم ولا فخر يوشك ان يولد فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انتشرت الاخبار بانه قد اطل زمان نبي ايها الاخوه الاحباب كل الانبياء السابقين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما الا وذكر الله لهم اسم محمد الا واخبرهم الله تبارك وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط عليهم شرطا واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين الله جل وعلا اخذ الميثاق على كل النبيين اذا بعث محمد وانتم احياء فانتم مكلفون بمبايعته وطاعته واتباعه هذا هو عهد الله المذكور في هذه الايه من سوره ال عمران فكان كل نبي يخبر امته عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عيسى كما قال الله تبارك وتعالى ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد. وذكرت اوصاف النبي صلى الله عليه واله وسلم في التوراه وفي الانجيل بل حتى صفاته مذكوره في بعض اثار الديانات السابقه. ايها الاخوه الاحباب ثمة قصه جميله تدل على هذا المعنى بوضوح. ولكنها قصه طويله وهي ممتعه في ذات الوقت لو انني اخبرتكم بها وقطعتها في المنتصف فقدت متعتها لكني اعطيكم عنوانها رحله الهدايه قصه سلمان التي ستوضح لنا هذا الذي اذكره لكم انه قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل مولده في هذا المرحله حدثت ثمة احتفال كوني الأحبار يخبرون الرهبان يتكلمون زمزم حفرت أبرها الحبشي في عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم سلط الله عليه طيرا أبابيل جعلتهم كالعصف المأكول هذه الأحداث أيها الإخوة الأحباب وهذه الحركة من الأخبار والأنباء والإرهاصات كلها سنعرفها او سنعرف بعضها في لقاء مقبل باذن الله الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمه الله. من كمثل محمد يختار في كفه التوحيد والحق المبين.